تخيلي برضو النوع ده من الرياضات ممكن يبقى له دور مهم جدا في الترويج السياحي لأي بلد بتمارس فيها هذه الرياضة. فكرة إن التصوير الهوائي بيبين الجمال اللي في المكان وطبيعة المكان. يعني هل ده حصل معانا في مصر؟ كتير قوي. احنا عندنا بطولات مثلا في الجونة، في سهل حشيش، في مرسى علم، كل البطولات دي بيجي فيها أجانب. يعني البطولة بتاعت الجونة كان فيها 22 دولة أوروبية، ودي كانت يعني مهمة جدا إن احنا نسلط الضوء على السايتس الجميلة في مصر، إن احنا ممكن نعمل فيها ووتر سبورتس مختلفة، فعلا بتشد الأجانب. بعد البطولة دي، هي كانت 2018، بدأت يوروب تختلف في اتجاهها، إن هي بقى الفرق بتاعتها بتيجي في فترة الشدة، بدل ما يوقفوا التمرين وبيجوا يعملوا كامبس. أيوة، يعملوا كامبس. الجو عندنا بالنسبة لهم رائع، إحنا بالنسبة لنا الشتاء بتاعنا صيف ليهم. صحيح. فدي كانت حاجة كويسة جدا إن إحنا ننشر أو نسلط الأضواء على سايتس حلوة جدا تمثل أهمية كبيرة للعالم كله. بالنسبة للعرب بيحبوا جدا يجوا يلعبوا في مصر، فإحنا برضو الدول العربية دايما بنعمل أي بطولة سواء عربية سواء أفريقية، بتلاقي الدول العربية كلها بتحب تشارك وتحب تيجي، لأن الكونديشنز عندنا حلوة والفرق عندنا قوية، فبتكون فرصة التنافس والاستفادة من البطولة بتكون مهمة. على ذكر الاستفادة، يكفي أن أنت بتتعاملي وبتتنافسي مع مدارس مختلفة في الرياضة دي، أكيد الكلام ده برضو بيبقى مفيد للناس اللي بيمارسوها في مصر. دي حقيقة. كل ما بنختلط بفرق أكتر، كل ما ولادنا بيستفادوا واللعيبة الآخرين بيستفادوا. يعني هو السيلينج، أنا دلوقتي في بيتي اتمرنت، غير لما أروح ألعب مع ولاد وعلى ولاد ويقطع هوايا وأقطع هوايا، فطبعا دي اكسبيرينس مختلفة. يعني إيه يقطع هوايا وأقطع هوايا؟ يعني السبق نفسه والاستراتيجي بتاعته والتكنيكس والتكتكس اللي بيتلعب جوه السبق ده بيفرق كتير قوي في الاكسبيرينس. كل ما أطلع بطولة، يعني السيلينج بطولات، كل ما العب بطولات اكتر كل ما الاكسبيرينس بتاعتي تعلى، كل ما مستواي يزيد. طب وهات يعني زي مثلا كره القدم، عندكم حاجه اسمها معسكرات قبل البطوله ولا مجرد البراكتسنج بيكون كافي التمرينات والتدريبات؟ لا، هي المعسكرات في الديستنيشن اللي فيها البطوله دي مهمه جدا. يعني انا دلوقتي رايحه بطوله في عمان، وعمان خليج مثلا، فالكونديشن هناك غير. فباخد الولاد قبليها باسبوع مينيمم علشان يبتدوا يعرفوا ده الطبيعي، ده المفروض اللي يحصل. الهواء والميه بتوع المكان، الكونديشن الجديده والتيارات المائيه اللي موجوده والهوائيه وطبيعه المكان، لو في جبل الجبل ده برضو بيأثر، فكل كل حاجه طبيعيه موجوده في المكان بتأثر على السبق وعلى طبيعه ان انا الاستراتيجي بتاعتي اللي هختارها واقررها في السبق. طيب